الشهداء لبراس هذه الأمة، قادتها ملهميها الذين يفتحون لنا آفاق المستقبل، والذين يذودون عن أوطانهم وشعوبهم. لذلك إجلالا وتقديرا لهم نقف اليوم لنحيي أحد شهدائنا الأبطال الذين قدموا حياتهم لخدمة شعبنا وخدمة وطننا في مقاتلة داعش والإرهاب، وسنستمر على ذلك مهما كانت الصعوبات. خضنا خلال الأسابيع الماضية أحداث عديدة في آن واحد. شعبنا يريد الحقوق ومزيد من الخدمات، وهو يعبر عن ذلك بحراك شعبي واسع وتظاهرات. نحن نسمع آراء شعبنا ونلبي مطالبه ونسعى لخدمته، سواء كنا مسؤولين مدنيين أو عسكريين أو أمنيين. وقد سقط لنا شهداء من أبناء شعبنا ومن القوات المسلحة والأمنية خلال الأسابيع الماضية، فالتحية كل التحية لهم منا جميعا. كذلك ما زال داعش يمارس إرهابه ويستغل انشغال قواتنا المسلحة والأمنية في مهامها لحماية أمن البلاد ولحماية شعبنا وحقوقه. ولقد كثف في الآونة الأخيرة نشاطاته، ونحن أيضا له بالمرصاد في هذا المجال. كذلك التطورات الإقليمية الواسعة التي تجري من حولنا، وما يجري اليوم في سوريا الشقيقة وفي بقية بلدان الجوار، تجعل قواتنا الأمنية في حالة استعداد وحركة دائمة لمواجهة هذه التهديدات. هذا التشييع يمثل كل هذه التحديات التي نواجهها جميعا، خصوصا قواتنا الأمنية. في معالجة الأحداث قامت اللجنة التحقيقية العليا بإصدار تحقيق إداري عالي المستوى من حيث المهنية، شاركت فيه كل الدوائر، وفعلا حاولنا جمع الحقائق ووضعها أمام القضاء. وكما في أي عمل، كما في ساحات الوغى، هناك تضحيات، لكن هذه التضحيات تقوي من جسدنا وتقوي من بنيتنا. واليوم حصلت أخطاء كثيرة، وهذه الأخطاء لا بد من معالجتها، وسوف نعالجها بجدية واحترام للقوانين واحترام للمهنية. نحن نقف بكل قوة وعزم مع جيشنا ومع شرطتنا ومع حشدنا ومع بيشمركتنا، كل من هذه الجهات التي هي جزء من قواتنا المسلحة والقوات الأمنية، لكي ندافع عن الوطن ولكي نقوي هذه المؤسسات ولكي نجعلها جميعا تعمل في إطار الدولة وبموجب القوانين وبموجب قواعد الاشتباك. الرحمة إلى الشهيد الخالد وإلى شهدائنا كافة من أبناء شعبنا ومن القوات العسكرية والأمنية.